لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك جمال الفال ليصلكم كل جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفال. اليوم فقط قلت ندير شي حاجه، المهم نشوف على شي حاجه، وتفكرت اليوم التلاميذ ديال صحاب البكالوريا سالوا الامتحانات ديالهم، يا ربي نجحوا كاملين، يا ربي يا ربي يا ربي. دخلت كنبرقق طلع لي فيديو، يعني شنو العنوان ديالو؟ المود ديال الضحك مع اجوبه التلاميذ من مراكش على امتحانات البكالوريا. قلت شنو غندير؟ تفرجوا فيهم كيفاش دوزوا التلاميذ معانا، راكم عارفين عزازين عليا التلاميذ ولاد بلادي وداك الشيء. المهم سير على الله. كيما فرحان هنا بون لونجلي كانت في المستوى، زعما ماشي شي حاجه اللي صعيبه، وكانت حاجه اللي سهله دغيا نسالوها زعما. شو هاد خونا هذا؟ خونا هذا سالت شي حاجه؟ وي وي فريمون. ما فيش حاجه، رجع رجع. حدي وحدي معايا هاد البنت هادي، شنو رماش في يديها؟ نقلة ولا كلينيكس ولا شنو؟ اللي سهله دغيا نسالوها زعما ماشي. وي وي فريمون. لاحظت شي حاجه؟ المهم العلم لله، سير على الله. بالنسبه للفيزيك تما كان شويه سهل. شو هذا هذا كيشوف فيها؟ قلت يقول لها ما مرقتيش. شوف ماشي حاجه اللي ولكن دابا كيبقى تجرب صدوم. شي لا تصحيح ماشي ما كلمت لا والو، ما كلمت لا والو. والو والو قبل بس تجي مصداقيه وزيار. لا لا كلشي داكشي. اخويا الزيار فهاد المدرسه هاجي عطينا باركته. قالوا لنا هذيك القاضي وهذوك تما مفجع. جيت تعاطفوا اخويا. ساره بتقول شي حاجه؟ لا غير باركته. واه زين، تحيه لنا الفجاوه سيد مراكشي بير. لا اله الا الله، صافي هادشي اللي كاين. وهو الصراحه الفيزيك كان صباح قاس، حطوه لنا صعيب هذاك الشيء كاع اللي حطوه ما قريناش. الله اكبر، تعجبوني التلامذه هكا وليت حطاش ما قراوهاش، وتلقاهم في القسم استاذ راه تيشرح وتيبح، والدري ماشي في هذا العالم كاع، ولا كيكتب شي حاجه لصاحبته كيلوح عليها، ولا تيبقى مع الدراري وكيسلت ديما ديما. داكشي اللي حطوا لنا ما قريناش، داكشي اللي حطوا لنا ما قريناش. لو كان داكشي اللي حطوا لكم فريمون ما قريتوش، هذا القسم كله خرج برا. ما قراوش لنا في القسم هذاك الشيء. سمع، الحراسه جاتنا صعيبه. الحراسه جاتكم صعيبه؟ الحراسه جاتنا صعيبه، ولكن الانجليزيه كانت عتي. واه واه داك الشيء، واه هذاك والله العظيم تقريبا تقول لي انا من الامريكان، ولكن ما تنتيقهمش. المهم هذاك الشيء جا هو هذاك، والتليفونات ممنوعين هادشي اللي كاين، ولكن علاه راه هو هاز لي زيات في يدو كيلعب بهم. كاين اللي نقلو بهم، كاين اللي اعتراف قال لك كاين اللي نقلو بهم. الدراري معنا شتوهم ليهم، ولكن ولا واش راه مبروكا ولا مدام مبارك وجيما كوكات، وهادشي اللي كاين. اخويا الفيزيك واعر. فكات معاهم هادي، هز التليفون قداش تيفيزيك واعر. كملوا واعر ياك، واعر ولا ما واعر؟ واعر. لونجلي كانت المستوى، كلشي تيقول لونجلي كانت في مستوى، يمكن غير حطوا لهم لونجلي مزيان. حنت حطوا لنا تيكست على سناب شات. الله اكبر، حطوا لكم تيكست على سناب شات. سناب شات ويلي، راه كلشي صافي ضامن 10 ديالو، كلشي ضامن. البنات تيقيلوا نهار كامل وما تيسنابيو. مزيان حطوا لكم تيكست على سناب شات، مبروك عليكم. حنا نطلعوا سناب شات اللي قلت لكم غنتفرج، والناس كنفهم على بالك. حنا نطلعوا سناب بيان سيغ غنتفرج. هاد البنت هادي انا كنحتارمها، اعترفت قالت حنا كنضلوا سناب بيان سيغ غادي نطفروه. والناس كنفهم على بالك سناب الانستغرام غادي تفهم مش لعيبه فوتو ايماج داكشي. الاسئله كانوا مبشرين، ما كنتش مراش على لونغ، خفت من الكونجيكيزون، ولكن ما حطوها كاع الحمد لله.
لا لا تصفيقات تصفيقات البنت والله والله لا تصفيقات والله اختي تبارك الله عليك والله لا تبارك الله عليك مي الفيزيك لا صعيب على جونا لي فيزيك لي فيزيك لي جونا قلت جونا من الاول حشومه وين دابا الحمد لله اليوم راه العشاء ديال السباخه ماشي بحال الصباح الصباح شويه كنقاس حداك الفيزيك ولكن سرنا دابا والله يجزي فيها على خير وان شاء الله ما يكون غير خير للدراري جميعا الله يسر الله يحفظك بسم الله داك الدري اللي دات خوار باينه فيه وليده وليده انا ارتحت داك الدري خوار باينه فيه الله يسهل عليك اخويا الله ينجحك الله ينجحكم كاملين يا رب يعني الامتحان كان مزيان كيشتو راه كلشي خارج مزيان اصلا بالنسبه لي انا الباك هو لونجلي يعني فات الباك هو لونجلي لونجلي دابا الحمد لله بالنسبه للمواد والمواد الاخرين مزيان غادي يدوزوا مزيان حيت حنا فهمتي ملي فات لونجلي صافي راه فات كلشي متفق معايا متفقين معاك اخ متفقين معاك الحمد لله وكيف الشراء حنا خرجنا فرحانين كلشي ضاح وتحيه للاستاذ ما يمكنش تحيه للاستاذ الحمد لله الفيزيكا في مستوى كلشي دوز ليا كلشي مراجع نوري دابا تلقى هاد البنت هادي من داك النوع ديال الدراري اللي ديما تيقرب حتى للحصه وكتفكر الاستاذ استاذ عطيتينا واحد التمرين البارح وكتقدري كلشي حتى واحد متيحمله دابا شوف الاجوبه ديالها كي دايره غتلقى دابا كلشي حتى واحد محمله قالت لهم كلشي داز زوين كلشي جاوب كلشي خدم مزيان لا 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 علاش كتكذبي علاش تكذبي تخاف على شويه تنوض الطويب ولا صواط الفيزيك كيف الفيزيك سهل انا بالنسبه لهم هو الفيزيك تحت الصايب الله اكبر زهقت اش بنقول لك اخويا على الامتحان تحيه للبهجوه في مستوى بعد هذا لونجلي ما عندي ما نقول الناس تعاونوا تعاون جبني الهضره ديال المراكشيين كتحمقني تعاوننا بيناتنا الحمد لله تعاوننا بيناتنا الحمد لله وكل شيء يسر ايوا الصباح ديك الفيزيك اخويا لا اله الا الله جيوا كوكاب جيوا السيد خايف مشي تقربي دا ارجع الشمس ديما كوكب ديما كوكب ايوا الصباح ديك الفيزيك اخويا لا اله الا الله جيوا كوكاب جيوا كوكاب واه فين الدراري كيصرخوا في المدرسه السلام عليكم ورحمه الله عليك الله اكبر بنت تقول لهم اسكت باين هذا شي اسطوره هذا ديال الثانويه هذا ملي كتشوف هذه البنت هذه كتقول لهم صافي سكتوا شي اسطوره ها ما كيتسناو شي فضيحه رجع سمعوا لهاد الاستاذ هذا اش غادي السلام عليكم ورحمه الله اي لايك يو سبيك انجلش اي لايك يو سمايل يو ار بيوتيفول كان يو جيف مي يور نمبر فون بيتي فول كان يو جيف مي يور نمبر فون تخزازه سير وين بس هذاك شي ساس هادو مكلخين دابا عليها كلاشهم كاملين هادو كلهم مكلخين تضحكوا ما فهموا والو صافي اسمي تور نوار نوار هو اللي علمني الانجليزي ما كاين لا اساس لا والو التعليم واحد لا باين تا هو نيت نوار هو اللي علمو الانجليزي واو واش نوار ولا انوار رجع هاكا هو اسمي دور نوار هو اللي علمني الانجليزي ما كاين لا اساس لا والو التعليم اسمع ما كاين لا اساس لا والو هاكا هو اسمي دور نوار هو اللي علمني الانجليزي ما كاين لا اساس لا والو التعليم والو والو التعليم والو سمعوا التلاميذ شي يقولوا التعليم والو 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 فيزيك والو زعما التلاميذ المغاربه عالم واش اخباركم الاخوان باللي سمعت باللي امتحانات في بريطانيا توقفات يعني بالنسبه للتلاميذ المسلمين علاش حيت تزامنات مع الشهر رمضان الكريم على ود الصيام هنا في المغرب الى حصل عندك تليفون الحبس حصلوا عندك تليفون تقدر تضرب الاستاذ تقدر الاستاذ يتسيف عليك المهم تقدر كاع تمشي تلاح تنتحر يعني وقعوا شي حوايج يعني ماتوا الناس داك الشيء ضر في الخاطر اللي خلاني عجبني هذا الفيديو هذا انا كتشوف التلامذ بعدا خارجين شويه ارتاحوا
يعني كيف ما كان الحال يعني كدوز 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 من الامتحان يعني كتقول يا ربي دابا تلقاهم اغلبيه تقول غنمشي للدار غنطيح الناس ما تفيقونيش كلشي حيت كاين ستريس كاين الناس اللي داس عليهم يعني عام كامل انا دست من ديك التجربه فري وتي العشيه كتخرج ضاحك يعني واخا ما تكون كاع خدمتي كتكون خارج ضحك علاش حيت صافي حيدتي كما تيقولوا حيدتي التقليد اللي عليك حيدتي داكشي اللي عليك المهم كنتمنى لكم كامل التوفيق من القلب حيت انا عارف يعني صحاب الباك باش كيحسوا كنتمنى لكم كامل النجاح تلقى دابا الاغلبيه الدعوه ديالهم كتقول يا ربي يا اما نجح يا اما نسقط ديريكت بقى عندي ما نبغيش الاستدراكيه علاش ما باغينش يدوزوا في داك الجو ديك لونفيرونمون داك ستريس ما باغينش عاوتاني نعاودو المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا كان هو يعني رياكسيون الاجوبه ديال التلام بعد امتحانات البكالوريا غادي يكونوا فيديوهات ان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحياه ما بغاش عليا يفوت يا راي